ليلي شو مطلوب لحتى انهاكيكي؟ بدي تحكي لي قصتك، حابة ساعدك. ما بدنا مساعدة، هون عاملين موقع العجزة تبعي انا هون. كيف؟ لحتى تفن الدنيا. بقايا كلمات لبقايا إنسان كان ضرباً من خيال حين سمعنا قصته ولم نصدق، فبدأت رحلة البحث عنه. هنا في كفر بطنة في ريف دمشق قرعنا الأبواب نسأل، ورغم شهرة اسم عائلته الأغواني هناك ليس من إجابة، كأنه سقط سهواً من بين سطور الحياة، إلى أن وصلنا إلى هناك، إلى اللامكان، قبو صغير لا يرى الشمس، يسيطر الخوف علي وأنا أقرع الباب، فهل من مجيب؟ ما حدا بيجي يطمن عليه؟ أنا دوب بوقع بالقرم، ما نقدر نحكي كلام طالع نازل، خير الكلام ما خلى بدل. يعني ما حدا بسأل عنك؟ ما حدا بسأل عني. هذا هو المفيد المختصر. أربعة سنوات لم يرى نور فيها إلا في أيام معدودات كان يخرج من منزله ليعود سريعاً وكأنه مطرود من العيش، فما بالكم إن عرفتم أنه مسجون في هذا المنزل ومنذ أربعة أشهر، ومن من؟ من قبل ابنه الوحيد. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، ظهري انكسر والهم ما حدا حبسه. لك هو عم يعملنا مشاكل مع الجيران، قفلت عليه. مثل شو المشاكل؟ ما بعرف، فيزيت البلاد الجيران بيعمل مشاكل بجيب شغلات وسخة، قفلت عليه مشان ما الجيراني مشان راسه. إذن هو الفقر والجهل وقلة حيلة أيمن الظروف التي دفعته لسجن والده، قرار اتخذه بعد محاولات عدة منه ومن الجيران لوضع أبيه في مأوى للعجزة، ولم تتخذ أي جهة أي إجراء لانتشال الابن وأبيه من هذا البؤس، وبعد محاولات كثيرة لإقناعه فتح الباب أخيراً لنقف أمام بقايا أسمال شكلت نحول وقنوط وإحباط شخص نسيه الزمن، أخافه الضوء ووجودنا، فلا جديد يذكر ولا ماض يعاد. أنا ما بقدر بحكي كتير، قلنا لك من الحكي خير الكلام مغلّو دل. طب أنت ما بتتمنى تطلع لبرا، ترجع تطلع لبرا عشان؟ ما بتمنى، هلأ قاعدين هون موقت، ايه سجن موقت. فبانتظار الشمس تشرق قد تقف الروح طويلا، ولكن هل يساعد الجسد؟ مي مظلوم، MBC، من كفر بطنة في ريف دمشق. فبانتظار